زعلت منه ومن حسام البدري ان انا جيت وانا كنت زميل ليهم معاهم ومحدش يطمن عليا بالتليفون في الكورونا. المفروض احنا انت مدرب منتخب مصر وانت مدرب منتخب وانا مدرب منتخب تقدر تتصل ببعض. يا ربيع معلش ربنا يعافيك الف سلامه عليك لله سؤال لله ثم للوطن. انا لو كان حسام جرى له حاجه كنت هتصل. لو شاوي في اصول وفي احترام وفي وفي اللي بيقف على ارض صلبه بفضل الله بفضل الله ثم عمله وجهده وكفاءه. انا طول عمري في اتحاد الكوره عشان بفضل الله ثم مجهودي بمجهودي ما حدش ساندني غير ربنا حاجه كان في داري غير ربنا وقدرت احقق واعمل انا عاوزه. طب انا بشوف ان السؤال ده مهم جدا يتسال لحضرتك. هل تعيين الكابتن شوقي غريب مره اخرى من وجهه كابتن مصر ربيع ياسين مجامله؟ لا هو انا يعني عيب ان انا اتكلم على زميل او عيب ان انا يعني هي الناس شايفه والناس عارفه وشوقي زميل طبعا ما اقدرش ان انا اتكلم عليه خالص حتى لو ايه ولا اقول رايي في شوقي. لا انا اقول رايي في المسؤولين انه ماشيين ازاي المسؤولين ان الانصاف لازم يكون موجود المصلحه بتاع البلد تكون موجوده العدل لازم يكون موجود التخطيط لازم يكون الفرص في مدربين كبار في بحري وابلي وفي مصر كبار مش ربيع ياسين بس في مدربين كتير على اعلى مستوى لازم ياخد فرص. الفرص انت بتتسلسل مسلسل بابيه يا كابتن خد بالك بالسيفيهات اللي موجوده بالشخصيه. مدرب منتخب مصر يا كابتن لازم يكون شخصيه غير عاديه عشان يمسك ويعلم اللعيبه ويتعلم ويبقى قدوه ويشتغل معاهم واخد بالك ويحضر ويجهز للوطن اجيال واجيال واجيال. تقدر النهارده تحقق اللي انت عاوزه. كاس امم افريقيا رجعتها للاتحاد ولا كاس امم افريقيا؟ لا ده كان عندي عشان انا في الظروف مش اكثر خلوا وطلبوه خدوا اللي هو ثروت سويسرا ماخده عملوا ايه. ده كان عندي عشان هو بحياتك ما كان عنده كانش عشان ظروف كان في موضوع الحريقه وموضوع وكنا جينا لكن ما طلبوا وديته على طول ما اقدرش ما ودوش. كابتن ربيع هنقفل صفحه المنتخب وانت او اتحاد الكوره باين موقفك واضح وصريح واعتقد تصريحك قوي جدا جدا جدا. خليني اروح للاهلي. زمان كابتن ربيع كان قدامه ست لاعبين زي ما قال عشان يلعب في النادي الاهلي وكان بيلعب اساسي كابتن فتحي مبروك علشان ما ياخدش رقم ثلاثة كان بياخد التيشيرت يروح بيه البيت. لا 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 ده كابتن فتحي كان كابتني طبعا وكابتن النادي الاهلي وحاجه جميله جدا. ما انت كنت بتلعب بثلاثة ثلاثة فهو كان بياخد التيشيرت على سبيل الدعابة يعني عشان انت ما تلبسوش. لا لا ده كلنا كنا كباتن كبار وجمال جدا التصرفات كانت واعية جدا وفيها حب واحترام ومصلحة النادي الاهلي كانت فوق الجميع فعلا. كنت بتعمل ايه ساعتها؟ لا انا لعبت بثلاثة ولعبت ب 19 وبس هو ثلاثة كان الرقم المفضل. حتى مرة عبد الجليل كنا عندنا ماتش في انجلترا ماتش اول ماتش ودي للفريق